عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي نشرح السكشن الوحيد في المايكرو، هو يعني سهل وبسيط خالص، يعتبر مراجعة على المحاضرة. واللي فيكم ذاكر المحاضرة هيعرف ان هو بسيط، يعني مش مستاهل حاجة، وان شاء الله نخرج حافظينه مع الصور بتاعته. في البداية كده نبدأ نقول دعاء المذاكرة. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وألم يكتب المقربين. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا تنسوا سيدنا اخواتنا في فلسطين وغزة، ربنا ينجيهم وينصرهم عن قريب. نبدأ كده. اتش بايلوري هي الموست كوزيتيف اورجانيزم اللي بتسبب عندنا جاسترو ديودينال ديسيس، يعني هي اكتر اورجانيزم او باثوجين، يعني اكتر بكتيريا تقدر تسبب لي امراض في الاستومك وفي الديودينم. بتسبب امراض زي ايه؟ كرونيك جاسترايتس، وبتسبب بيبتيك ألسر، وبتسبب جاستريك كارسينوما. طيب بعد كده ايه هي الفيرولنس فاكتور اللي عندها؟ فيرولنس فاكتور مجمعه في كلمه كفر، المفروض انها بتتكتب كده بس يعني عشان التسكيم تبقى سهله معانا. اول حاجه نبدا بالار، رابيد موتيليتي. موتيليتي ليه؟ عشان هي عندها اسمها ايه، فلاجيلا على البولر بتاعتها يعني. وتاني حاجة عندها بتقدر تعمل ادهيجن بسهولة جدا على السيرفس ابيثيليوم تحت الميكوزة على طول، بتلزق وتثبت كده ومش بتخرج، فهنا بتقدر تعمل الباثوجينيسيس بتاعها. بعد كده الفي اللي هو عندها فاك اي وجاك اي، دول الاتنين دول يعني برضو من الفيرنس فاكتور. وعندها اليوريز، وده اهم واحد في الفيرنس فاكتور عشان بيحول لي اليوريا لامونيا وسي او 2، والان اتش 3 ده برضو واحد من الفيرنس فاكتور بتاعتها. وبعد كده عندي ايه تاني؟ تقريبا قلتهم كلهم، هقول تاني. عندي الار رابيد موتيليتي، والاي عندي مرتين ادهيجن وامونيا، واليو اللي هو يوريز، والفي والسي حاجتين فاك اي وكاك اي. تمام. طيب بعد كده بعض السيمتومز اللي بتعملها الهليكوبتر بايلوري دي، هليكوبتر بايلوري. اول حاجه بتعمل ستومك فولنس، بتحس ان المعده، الراجل ده بيحس ان معدته دايما مليانه، فبالتالي مش بيبقى عنده شهيه ان هو ياكل يعني، لوس اوف ابيتيت. بيبقى عنده نوزيا، بتلاقي دايما مش مركز، دايما يعني سرحان كده وتعبان في نفسه. انبليزنت تيست، مش عايز ياكل، بيدوق حاجه بيلاقي مش طعمها حلو. تاني حاجه بليتشنج، دي يعني بيتكرر، بيبقى ريحته مش حلوه، بيبقى دايما عنده بين في الاستومك، بيحصل له بليدنج من الجمس يعني نزيف اللثه، وهارت بيرن، دايما عنده حرقان. تمام. شوف بقى ازاي اعمل دياجنوزس الاتش بايلوري دي. عندي طريقه من الاثنين، انفيزيف او نون انفيزيف. والانفيزيف دي يعني بستخدم اندوسكوب عشان اخش اجيب سبيسمين من جوه، من الاستومك ذات نفسها او من جزء الديودينم اللي فوق. طيب عندي دايركت ديتكشن، بعمل ايه؟ بجيب عينه او بجيب سبيسمين واحطها تحت الميكروسكوب واصبغها ب اتش اند اي او سبيشال ستين، اسمها هيستولوجيك اسيسمنت. بعملها بايه؟ بالاتش اند اي والسبيشال ستين. تاني حاجه عندي رابيد يوريز تيست. رابيد يوريز تيست بجيب ميديا وبيبقى عليها يوريا، وعندي كلر انديكيتور. وبعد كده عندي ايه، هجيب لي بايوبسي بقى من الجاستريك ميكوزا عندنا او تحت الصاب ميكوزا، هجيب لي حته منها اللي هي فوق الابيثيليوم على طول، وتحطها في قلب الميديا اللي فيها يوريا. ولو انا عندي اتش بايلوري او الراجل ده عنده اتش بايلوري في السبيسمين اللي انا جبتها، هتقوم كسرالي، هتكسر اليوريا دي عن طريق ان هي طلعت لي انزيم اليوريز. اليوريز كسر اليوريا، طلعت لي امونيا، الامونيا غيرت البي اتش، فعملت لي تغير في الكالر بتاع الانديكيتور اللي انا حطاه، تحول من اللون الاصفر للون الاحمر او اللون البينك ده. يبقى لو هو فضل اصفر يبقى الراجل ده سليم وما عندوش اتش بايلوري، لو تحول للبينك او الاحمر يبقى هو عنده اتش بايلوري. يبقى انا هقول تاني الرابيد يوريز تيست، انا بجيب ميديا وعليها يوريا، وعندي كالر انديكيتور، لما بيحصل تغير في البي اتش بيغير لي لون الميديا دي، فبالتالي انا كده عارف ان هو عنده اتش بايلوري. طيب لو ما اتغيرتش يبقى كده هو مش عنده اتش بايلوري. طب بتتكسر امتى؟ لما يبقى عنده اتش بايلوري بيطلع يوريز، يكسر اليوريا اللي هو في الميديا دي الى امونيا وسي او 2. الامونيا ده هو اللي بيحول لي لون البي اتش، يخليه لي الكالاين، فبالتالي بيغير لون الكالر انديكيتور. تمام. وهنا دي الصوره بتوضح لي الاتش بايلوري بالاتش ان دي ستين، والدكتور اكدت عليها. بعد كده نشوف الكالتشر، هتجيب لي فريش بلاد او انك تجيب لي شوكولاته اجار. عندي حاجات الريتشد ميديا، هما اتنين، يا اما يكون فريش بلاد يا اما يكون شوكولاته اجار، او حاجه سيلكتيف ميديا بيبقى اسمها سكيروز ميديا. سكيروز ميديا دي حاجه سبيسيفيك للاتش بايلوري، يبقى سيلكتيف ميديا هي السكيروز ميديا. تمام. امال الريتش كانوا مين؟ بلاد، فريش بلاد، او شوكولاته اجار. الكونديشن اول حاجه بيقول لي انها مايكرو ايروفيليك، يعني مايكرو ايروفيليك هي ايروفيليك بتحب الاكسجين، ولكن مايكرو عايزه اكسجين بكميه صغيره خالص، يعني حط لي 5% اكسجين و10% سي او 2. تمام. تاني حاجه بيقول ان هي فاستيديوس، يعني ايه؟ هي بتتنك، مش بتقبل اي حاجه وخلاص،
يعني بتحتاج هيوميديتي عاليه، محتاجه رطوبه عاليه، بتبقى درجه حرارتها، درجه حراره الميديا اللي هي بتتحط فيها بتبقى 37. ليه؟ عشان هي اصلا بتبقى عايشه في الجسم بتاعي، وانا درجه حراره الجسم بتاعي لما بيكون نورمال 37، فبالتالي ما تحطهاش ليه في 25 ولا 42 سيليزيوس، اهم حاجه تحطها في 37. الانكيبيشن بيريد بتاعتها بتقعد لحوالي من 3 ل 6 ايام عشان يحصل لها جروس. تمام. يبقى هقول تاني، الكونديشن هي مايكرو ايروفيليك، يعني بتحتاج اكسجين بكميه قليله، 5% اكسجين و 10% كربون دايكسايد. تاني حاجه هي فاستيديوس، يعني بتتنك مش بتقبل اي حاجه، بتحتاج هاي هيوميديتي، رطوبه عاليه، درجه حراره 37 سيليزيوس، انكيوبيشن بيريد بتاعتها من 3 ل 6 ايام، وعشان تنمو نمو كامل ما تحطهاش ليا لا كربون دايكسايد، ما تحطهاش ليا في درجه حراره 35 ولا درجه حراره 42. تمام. الجروس بتاع الانتوبايلوري ده بكير، وعرفنا ان هو بيحصل يعني في درجه حراره 37. الكولونيز بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيبقى شكلها بين بوينت ترانسليوسنت، بين بوينت شبه راس الدبوس، وترانسليوسنت يعني بتبقى شفافه شويه، الدايمتر بتاعها من 1 ل 3 مللي. تمام. السمير بيبقى شكلها عامل ازاي؟ سمير تحت الميكروسكوب بشوفها بالايد بالجرام ستين، جرام نيجاتيف ستين، بتبقى سبايرال او كيرفد، سبايرال او كيرفد، وبتبقى جرام نيجاتيف قلتها، وبتبقى نون سبور فورمينج، وبتبقى باسيلاي. يبقى هقول تاني، السمير بتاعتها بيبقى شكلها عامل ازاي؟ سبايرال او كيرفد. سبايرال عشان كده بيبقى شكلها هيليكس كده، سميتها هيلي، هيليكو باكتر. يبقى هيلي جزء هيلي دوت او هيليكو عباره عن انها سبايرال او بتبقى كيرفد. تاني حاجة بتبقى جرام نيجاتيف زي ما هي شايفاها، لونها بينك او احمر، بتبقى نان سبور فورمينج، مش بتكون سبورز، فعشان كده ما بتقدرش تعيش الا في الاستومك، وبتبقى بس اللاي يعني طويلة. الدكتورة اكدت على دي، دي كده جرام بالجرام ستين، دي دي جرام، ودي اتش ان دي. تمام. وقلت ده نشوف بقى الكيميكال رياكشن متسكمة في ايه. او سي يو، اوكسيديز كيتاليز، اوكسيديز كاتاليز، ويورياز بوزيتيف، كلهم بوزيتيف، الاو سي يو بوزيتيف. وملحوظه كده كان بيقول لي ان هي مش بتفرمنت السكر، دونت فرمنت السكر، ما تهمنيش دلوقتي. يبقى انا عرفت ايه البايوكيميكال رياكشن، اوكسيديز كاتاليز يورياز بوزيتيف. الاوكسيديز بوزيتيف بيتحول لونه للون البلو او بيربل ده، فكده تقول لي ان هو كده في يعني بوزيتيف رياكشن، ده كده في اتش بايلوري. الكاتاليز، الكاتاليز بوزيتيف ده يعني حصل لها بيكون كده فقاعات او حاجات موجوده هنا، يبقى كده الاتش بايلوري موجوده. احنا في الكاتاليز بيحصل فقاقيع، في الاكسيديز بيتحول للون الازرق او البربل، فبيبقى بوزيتيف. انا كده هعرف ان في اتش بايلوري موجوده ملحوظه كان بيقول عليها، ان هو مش بيفرمنت السكر، مش بيخمر السكر. هنا ده يورييز رياكشن، تحول من الاصفر للبينك، يبقى هو كده بوزيتيف. احنا عارفين ان الاتش بايلوري بوزيتيف، يورييز بوزيتيف. بعد كده هنتكلم على الانتي بايوتيك سسبتابيليتي تيست، اللي هو يعني مدى حساسيتها للانتي بايوتيك، بتنفع مع مين؟ الريزيستنت سترينز، واللي هي الفصائل او الجزيئات منها بتبقى مقاومه للانتي بايوتيك. هو ده رياكشن، لما بيكون هي مقاومه للانتي بايوتيك فبالتالي بتنمو براحتها، بتنمو براحتها فبيكون ريزيستنت. لو هي بقى مش بتريزيست فبتلاقي ان هي يعني خلاص البكتيريا بتموت ومفيش اي حاجه حواليها. بعد كده موليكولار تكنيك، اللي هي بستخدم فيها دي ان اي بروبس او بي سي ار. البي سي ار ده بيكتر لي الدي ان اي، بيخلي مثلا عندي جزء دي ان اي عايزه اجيب منه كتير فبحطه على البي سي ار. والدي ان اي بروب ده تكنيك كنت بستخدمه يعني بجيب جزء من الدي ان اي وادور على مشابه ليه. تمام. ده انا كده في الدياجنوزس خلصت ايه، خلصت الانفيزيف دايركت، استخدمت الاتش ان دي وكان لونها لون بيربل كده. وبعد كده الكالتشر حطيتها في انريتشد ميديا زي البلاد والتشوكلت اجار، واللي هي السلكتف ميديا كان عندي السكيروز اجار او سكيروز ميديم، والسمير كانت هي سبايرال او كيرفد، سبايرال او كيرفد سبور فورمينج، وبتبقى بس اللاي وجرام نيجاتيف. البايوكيميكال رياكشن مسكمه في او سي يو، الاو اوكسيديز كاتاليز يورييز بوزيتيف. بعد كده الانتي بايوتيك سسبتابيليتي تيست، وديت برضو بتبقى مع ريزيستنت سترينز. بعد كده موليكولار تكنيك كنت بستخدم فيها بي سي ار والدي ان اي بروبس. هنخش بقى على النون انفيزيف. النون انفيزيف دي مش بدخل الجسم فيها، يعني بجيب حاجات من بره بس، ما بعملش اندوسكوب خالص. نبدا بمين؟ باليوريا بريست تيست. اليوريا بريست تيست، انا دلوقتي هدي للراجل ده كبسول بيكون فيها كربون مشاع اللي هو 14 او 13 ولا 2 1 عادي مش تفرق، وبعمله بخليه بقى يعمل لها انجيشن، يعني ياخد الكبسول دي ويبلعها وتدخل عنده الجسم. لو هو عنده اتش بايلوري هتقوم مكسره لي اليوريا اللي في الكبسول لكربون دايكسايد وامونيا،
الكربون دايكسيد اللي هيطلع ده هيكون فيه C14 يعني هيكون فيه C14 او 13 يعني مشع، فانا كده هعرف ان هو عنده اتش بايلوري، وده بيكون سهل وسريع وبيكون سمبل وبيكون بيعرفني فيه اتش بايلوري ولا لا، بيساعدني في الدايجنوزس لو هي اكتف، لو هي اسمها ايه دي حاجه قديمه مش يعني مش بيكتشفها، فبكده بيفرق لو هي اكتف او هي باست، وبكده بيعرفني لو الراجل ده يتعالج من الاتش بايلوري اللي عنده ولا لا. بس محتاج ايه؟ محتاج ان هو يكون فاستنج، يعني يجيب لي المريض ده او البيشنت ده يكون صايم قبلها. يبقى انا هقول تاني، اليوريا بريس تيست هو عباره عن ايه؟ هتدي المريض ده كبسول فيها كربون مشع، يوريا على شكل كبسول فيها كربون مشع، لما يبقى عنده اتش بايلوري بيتكسر لي اليوريا الى كربون دايكسيد وامونيا، كربون دايكسيد اللي هيطلع في الاكسهاليشن بتاعه خليه ينفخه في جيس، وتروح تحلل لي كربون دايكسيد ده وتشوفه، لو طلع مشع يبقى عنده اتش بايلوري، ما طلعش مشع يبقى ما عندوش اتش بايلوري. تمام، ميزته ايه؟ ان هو بيكون سمبل وبيكون سيف، بيكون بيساعدني في الديتكشن بتاع الاتش بايلوري بكتيريا، بيساعدني في الدايجنوزس للاكتيف بايلوري انفكشن، وبيعرفني اذا كان التريتمنت فعال مع البيشنت ده ولا لا. بعد كده هنتكلم على الستول انتجين تيست. انا بقول سات في رواية اخرى، سات هو نون انفيزيف، دي حاجه بديهيه يعني نحطها في تقسيمه النون انفيزيف، وبيكون ايه؟ انت هتجيب لي عينه من الستول ده وتشوف لي فيها الانتجين بتاع الاتش بايلوري. مهمه ليه؟ لانها مناسبه لكل الاعمار، بتناسب في الاطفال جدا، يعني انا مش هروح اعمل انفيجن في الطفل الصغير واخوفه كده، لا هي بتناسب في الاطفال، فانا هقول لكم مثلا هتلاقي من الستول وخلاص، يعني مش هتعب نفسي. وده شكل الديتكشن او التست. لو هو عنده اتش بايلوري بتظهر لي علامتين يبقى كده بوزيتيف، لو مش عنده بتظهر لي علامه واحده في الكنترول. طيب ايه الفرق بين اليوريا بيست تيست والستول انتيجين تيست؟ اليوريا بيست تيست بيكون اكسبنسيف، غالي جدا، عشان انا بجيب كربون مشع وده بيكون تكلفته غاليه. تاني حاجه تكلفه قياس الكربون المشع اللي بيطلع مع الاكس هاليشن ده برضو غاليه. طيب البريست تيست او اليوريا بريست تيست دوت يبقى محتاج فاستنج قبله، لكن السات او اللي هو ستول انتيجين تيست مش بيحتاج ان يكون صايم. يعني السيرولوجي او الاليزا بيعمل ايه؟ تجيب لي عينه من البلد وتشوف لي فيها الانتي بوديز، مين الانتي بوديز اللي بدور عليهم؟ الميونوجلوبولين جي والميونوجلوبولين اي. هتجيب لي عينه وتسحب لي، هو بيكون اسهل من الستول واسهل من اليوريا بريست تيست. تاني حاجه ان هي بتكون بتساعدني يعني، بس هي مش بتفرق اذا كانت دي اكتف ولا باست انفكشن، يعني لو هي دلوقتي فعاله او قديمه لا مش بتعرفنا، هو بيدور على انتجين كده كده الدم ده كده كده الدم بيبقى فيه انتجين، قصدي انتي بودي، الدم مفيهوش انتجين، في انتي بودي بس. ركزوا في الحته دي قوي. بس مهم قبل ما انا اخد العينه ما ينفعش اديله بي بي ايس، ما ينفعش اديله بروتون بامب انهبيتور، ولا اديله بيسمس، ولا اديله انتي بايوتكس. ليه؟ عشان انا عايزه اخد الاتش بايلوري فعاليتها، مش عايزه اوقفها، مش عايزه اخليها تبقى ميته، مش عايزه ابطئ النشاط بتاعها، انا عايزه اخدها زي ما هي. بعد كده نكون خلصنا المحاضره او السكشن ونبدا نشوف الاسئله اللي اتحطت عليه. اول حاجه السلايد دي بتوضح لي اتش بايلوري بالجرام ستين، اتش بايلوري بالجرام ستين انا شايفه ايه؟ شايفه سبايرال او كيرفد جرام نيجاتيف ده سبور فورمينج باسيلاي. تمام، دي اللي بعدها ده اليوريز تيست، وده كده الاتش بايلوري بيكون بوزيتيف يوريز تيست، بيكون بوزيتيف وتغير لي اللون للبينك. بعد كده عندي الاوكسيديز تيست، الاوكسيديز تيست انا عارفه ان الاتش بايلوري برضو بيكون بوزيتيف، وبالتالي هتحوله لي للون ازرق او بيربل، انا حسب الرسمه بتكون موضحه. بعد كده الكيتاليز تيست، انا عارفه ان برضو الاتش بايلوري بيكون بوزيتيف كيتاليز تيست، بوزيتيف اهي عامله لي فقاعات اهي. وبعد كده دي جايب لي ميديم بلاد اجار، اتش بايلوري على بلاد اجار، لما يقول لي ايدنتيفاي ايه اللي انا شايفاه ده؟ اتش بايلوري ام بلاد اجار. طيب اوف ميديا انريتشد ميديا، يعني ايه انريتشد ميديا؟ قلت لك ان عندي اتنين نوعين، انريتشد اللي هي بلاد اجار، وعندي الشوكليت اجار، والسيلكتيف ميديا اللي هي سكيروز ميديا. وانا محتاج ايه او الريكويرمنتس اللي انا عايزها عشان البكتيريا دي تنمو؟ محتاج هي بتكون مايكروليفيليك، يعني 5% اكسجين و10% كربون دايكسيد، تمبريتشر بتكون 37 سيلسيوس خلال 3 ل 6 ايام، والكولونيز بتظهر لي بين بوينت وبتكون ترانسليوسنت، بين بوينت وترانسليوسنت. بكده اكون خلصت السكشن، اتمنى يكون وصل لكم بطريقه سهله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين.